واحد بيقول ما هي العلاقة بين الطقوس القبطية والطقوس الهندوسية؟ أنا ما أعرفش الطقوس الهندوسية دي بتطلع إيه. إذ أن البعض يقول أن الطقوس القبطية مأخوذة من الطقوس الهندوسية القديمة. أنا من رأيي أنك أنت لما تسمع كلام أي واحد قل له ما براهينك وما إثباتاتك واتكلم بالتفصيل. الكلام العمومي ده ما تعرفش نتائجه ايه، لكن بالتفصيل ايه الطقس اللي موجود عندنا واخدناه من الهندوس ونشوف. لكن عموما في اشياء موجودة عند العالم كله بمختلف الاديان والمذاهب، مثلا زي الصوم والصلاة. كل دين من الأديان فيه صوم وصلاة، فما نقولش ده أخذ من ده ولا ده، ولا التاني اللي أخذ من الأولاني ولا الأولاني أخذ من التاني. وفي طلبات معينة بيطلبها أي إنسان وجاي تتفق مع بعضها. زي واحد للأسف الشديد يقول بعض مزامير داود اتخذت من اخناتون. اخناتون ايه وداود ايه؟ افرض اي واحد بيقول كلام من قلبه وكلام ينفع للكل. بقى انا لو قلت يا رب ارحمني، واحد في اليابان قال يا رب ارحمني، وبقى اخذ مني ولا انا اخذت منه؟ في حاجات بتتفق بين الناس وبعضها البعض، لكن اللي عايز ينتقد اهو ينتقد.